السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. رجعت لكم بعد مدة طويلة. كنتمنى انكم تكونوا مزيانين بعد اول شيء. مهم، في هذا الفيديو رجعت لكم بوصفة ديال الطبخ لكوب كيك. نتمنى انه ينالوا الاعجاب ديالكم. وصفة اللي سهلة وبسيطة بزاف، ناجحة 100%. ونتمنى انكم تجربوها وتخليوا لي في لي كومونتير الاراء ديالكم عليها. وما تنساوش تضغطوا على الزر الاحمر اللي كاين لتحت باش تشتركوا في القناه وديروا لايك للفيديو الى عجبكم. وما تنساوش انكم تفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد فلاشين ديالي. دونك نبداو على بركه الله في الوصفه ديالنا ديال كوب كيك. اول حاجه غنحتاجوا بيضه واحده، وكاس سكر ما عمرش، كاس سكر سنيده، وواحد فاني ديال 7 غرام. غنخلطوا هاد المكونات مزيان حتى داك السكر يذوب لينا شويه يولي دايب، وغنزيدوا عليه كاس ديال الزيت النباتيه. حتى الكاس ديال الزيت يكون ما عامرش بزاف كما كتشوفوا في الفيديو. وغنخلطوا المكونات ديالنا كاملين حتى يتجانسوا لينا مزيان، حتى يتجانسوا لينا الزيت مع السكر مع البيض، المهم يتجانسوا لينا داكشي كاملين. ونزيدوا عليهم كاس ما عامرش ديال الحليب. الوغ من بعد ما تجانسوا لينا المكونات ديالنا كاملين، خلطناهم مزيان حتى كانوا متجانسين كلهم، فغنزيدوا الطحين. بالنسبه للطحين فكيبقى على حسب النوعيه ديالو وعلى حسب كل واحد شحال غيديله. انا في الاول هنا كنت درت كاس ونص، ولكن زدت شويه يعني زدت بالمعلقه، ما عرفتش شحال زدت. غيكون هكاك تقريبا جوج كيسان ديال الطحين يكونوا مغربلين. وغنزيد عليهم فاني وحده ديال 8 غرام ازا، وواحد ساشي ديال الكاكاو.
بالنسبة للخليط ديالنا فكيبقى على هذا الشكل، ماشي سائل بزاف وماشي شي حاجة قاسحة بزاف. مهم كيجي بهذا الشكل تماما كما كتشوفوا في الفيديو. من بعد غنجيبو نعمرو لي كاب كيك ديالنا ونديروهم في الفران. بالنسبة للفران غتشعلوه من الفوق ومن التحت، وتكون يكون الفران ديجا سخون ملي غتدخلو ليهم لي كوب كيك. ومن بعد غتنقصو ليهم درجة الحرارة، غتنقصوه ليا بزاف، يعني غتكون درجة الحرارة مهيلة بزاف، وتخليو لي كوب كيك يطيبو من الفوق ومن التحت في نفس الوقت. كيبقاو هكاك شي 10 دقائق حتى 15 دقيقة في الفران وكيطيبو. دونك انا هنا زوقتهم شويه قبل ما ندخلهم الفران بحبيبات الشوكولا. هذه اختياريه، ماشي بالضروره انكم ديروها، يمكن لكم ديروا اي حاجه عندكم، يا اللوز يا القرقع، اي حاجه كانت عندكم في الدار متوفره. انا درت هنا غير حبيبه ديال الشوكولا صافي، ودخلتهم الفران يطيبوا ليا. كوب كيك ديالنا كيجيو على هذا الشكل، كيجيو زوينين بزاف بزاف في المذاق. نتمنى انكم تجربوهم، ولا جربتوهم تخليو لي الراي ديالكم كيجاوكم في لي كومونتير، وحتى كيجاكم الفيديو. وصافي هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديده ان شاء الله. يلا مع السلامه.